أنا مرة بالبيت زالت أنا والحجة، كل بيت بيصير فيه بعض التأثر، جايبت لي فنجان قهوة على بكرة عشان تصالحني. طرأت الصينية بإيدي مع إنه ما من أخلاقي هي، رميت الفنجان كبيت القهوة، ما بدي قهوة. زعلت ويوميتها أخذين وعد من شيخنا بدنا نطلع عن الشيخ. قالت لي والله لا أحكي له لشيخنا. طلعت أنا وياه لعند الشيخ، كانوا موعودين موعودين. قعدت مع زوجة شيخنا، زوجة شيخنا عم تحكي لها، قالت لها صار لي يومين أنا والشيخ زعلانين، اليوم فوتت له فنجان قهوة، طرق الصينية وكب فنجان القهوة وقال لي ما بدي. صارت تضحك الحجة، ليش عم تضحكي؟ قالت له والله نفس الحال صار معي بيني أنا وياه نفس الشيء. نعم يعني بصير الأكلة اللي بياكلها شيخك بتاكلها، الكلمة بتكلمها بتكلمها، صار القلب واحد يا ابني. هذا العشق، معنى العشق صارت الروح واحدة، فصرت تتكلم ما يتكلمه شيخك، والأخوان كلهم بيعرفوا. الله يرضى عن شيخنا، كنا الدرس اللي نساويه نطلع على الجامع نفس الشيء، نفس الكلام يجيبه الشيخ، نفس القصة، نفس اللي الأخوان يطلعوا فيه. فمرة حكيت له يا سيدي شو هي الدرس اللي عم نسوي عم نجي نسمعه عندك؟ قال لي يا ابني مشان تعرف مو أنت اللي عم تحكي، روح الشيخ اللي عم تحكي ما أنت اللي عم تحكي. مدد واحد يا ابني، مشان الله أكبر الحمد لله.